عايزك تكلم الرجالة تقول لهم ازاي يحافظوا على بيتهم، والحاجة نادية كواحدة ست هطلب منها نفس الكلام. انا بقول للرجالة هدم البيوت مش سهل، تشريد العيال مش سهل. حافظ على بيتك، حافظ على عيالك، يمكن لما تخدم الست بتاعتك ده طريقك للجنة. تخدم الست بتاعتك ده طريقك للجنة، بالراحة بالراحة يا عم. معكش فلوس مش مشكلة، ربنا بيرزق. أنا هيك ما ربنا مديني الصحة عشان دي، ربنا رزقني علشان دي، وعمري ما طلبت من حد حاجة. حتى ابني اتجوز وخلف وساعدته، واتجوز وخلف، اللي بيقدر عليه بيعمله. ده لسه ربنا يساعدكم، ده بقاله سنتين متجوز. حاجة نادية. نعم حبيبة قلبي. ايه تقولي ايه للستات اللي بتتعصب وعلى اكثر الاسباب وتهد بيتها وتخرب بيتها؟ اقول لا اله الا الله. تقولي لهم ايه؟ اقول لهم اهدوا شوية. البيوت ياما الواحد بيستحمل فيه. صح. واهدوا شوية.